يا محمد برحب بيك، والتفاصيل عندك اتفضل. مش ممكن ابدا يكون الناس بتفرح بدون وعي، الشارع لما يفرح بيفرح. محمد اليك. كل مشاهدي قناه الحياه، يمكن صباح الخير عليك شريف، وصباح السعاده والفرحه على معظم المصريين ومشاهدي قناه الحياه. يمكن النهارده لا صوت يعلو فوق صوت الفرحه هنا بمدينه الاسكندريه. هنا نحن داخل مكتبة الأسكندرية، هناك فعالية كبيرة جدا، سوف يتم رفع علم، أطول علم موجود بالأسكندرية اليوم سوف يتم رفعه داخل مكتبة الأسكندرية. لمعرفة المزيد حول هذه الفعالية يسعدنا أن نتحدث مع المنظمين هنا. تعرف بيك يا فندم؟ أنا صلاح سليمان، أستاذ في جامعة الإسكندرية ومستشار مكتبة الأسكندرية. أهلا بيك. بالنسبة لتنظيم هذه الفعالية النهاردة فندم، ماذا تمثل؟ الحقيقة بتمثل فرحة شباب مكتبة اسكندرية اللي هم بيشاركوا في البرامج المختلفة اللي موجهة من مكتبة الاسكندرية من أكثر من 13 سنة لبناء قدرات الشباب، شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل، شباب رابطة الصفوة، شباب رابطة الصفوة الأفارقة، عدد كبير جدا من البرامج الحقيقة اللي هي موجهة للشباب. أنا أحب الشباب هم اللي يبانوا في الصورة. طيب شريف، هنستمع للشباب. هنا الشباب عندنا نماذج مميزة، يمكن انا قابلت احد الشباب ومعاه عمله مصريه قديمه من ايام قناه السويس. نتعرف بيك. محمد كمال. محمد، انت وريتني عمله، ممكن توريها لشريف بركات والجمهور قناه الحياه؟ ليه محتفظ بالعمله دي؟ العمله دي هي مؤرخه بان هي بتكون تم طبعها بمناسبه اعاده تاهيل قناه السويس بعد الاحتلال الاسرائيلي بالظبط. لما اعاد تاهيلها الرئيس المرحل محمد انور السادات، تم طبع هذه العمله من فئه ال 10 جنيه 10 قروش، وكانت نادرة جدا بإصدارها، وكان في ثلاث نسخ اشتريتهم، ولحد دلوقتي معايا اثنين وواحدة ثانية مع والدي. قناة السويس الجديدة، إيه رأيك فيها وشايف المستقبل إزاي؟ قناة السويس هي عبارة عن إنجاز هندسي رائع، لأن هو اتعمل في وقت قياسي جدا. ما في، كل الناس قالت إن إحنا ممكن نعمله في 5 سنين 3 سنين كحد أقصى، لكن إحنا عملناه في سنة واحدة. الناس اللي بتقلل من إنجاز كبير زي كده تقول لهم إيه وأنت شاب ومثقف؟ هقول لهم افتح جوجل إيرث، دور على قناة السويس هتلاقيها على الخريطة في جوجل إيرث. مفيش حاجة صغيرة زي ما حضرتك بتقول، مش ترعة، لا مفيش ترعة تظهر على جوجل ايرث بالوضوح ده زي قناة السويس الجديدة. يا شريف، مفيش ترعة تظهر على جوجل ايرث. معنا احد الشباب برضه، نتعرف بيه. مؤمن رفاعي. مؤمن، انت كتبت حاجة شاعر، وكتبت حاجة عشان خاطر مصر الفترة الجاية وقناة السويس. باختصار شديد كده ممكن تسمعنا حاجة للشباب؟ يا بلد فين الولد اللي كان علمه ده عنده ضد العدا احسن سلاح، اللي كان علمه ده عنده ضد العدا احسن سلاح، واللي كان حلمه في ارضه انها تصبح فلاح، واللي منحوت فوق جبينه الامل ويا الكفاح، واللي راضي على اللي باقي ويعوض الله على اللي راح. يعني الشباب مش هيتصدروا المشهد ايضا. شريف معي برضو ايضا احدى الشباب، تعرف عليك، اتفضلي يا فندم. روان صالح. روان، انت شايفه المستقبل ازاي الفتره الجايه مع افتتاح قناه السويس؟ الحقيقه انا شايفه ان شاء الله ان المستقبل مصر هيتحسن اكتر، وان مصر هتفضل دايما رافعه راسها لفوق، ودايما فخوره ان انا مصريه وتحيا مصر. انت رافعه العلم من بدري قوي، يعني رافعه العلم. رافعه العلم لان انا فخوره ببلدي، وان انا فخوره ان انا بحتفل النهارده في مكان مكتبي. يعني شريف، مشاعر زي ما شفت، مشاعر فخر وبهجه واجواء لم تعتادها الاسكندريه ومصر حقيقه طوال الفتره الاخيره. يمكن احنا على مدار اليوم مستمرين في نقل كل فعاليات اسكندريه. اسكندريه النهارده بتتاهب بشكل كبير منذ الصباح الباكر، بدات شواطئ الاسكندريه مفتوحه لكل عشاقها من كل مكان بالمجان، وايضا هناك فعاليات بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطه هنا بالاسكندريه، وايضا الفاعل الرئيسي ومتصدر المشهد هو المواطن السكندري وكل من يتصدر الينا. مره اخرى اليك يا شريف الى الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا محمد فؤاد من اسكندريه، رصد لنا اجواء احتفاليه، اجواء كرنفاليه هو وشباب اسكندريه. تحيه لاهل اسكندريه. مصر بتفرح في كل المحافظات، مصر عايزه تفرح، مصر تستاهل ان هي تفرح بهذا.